قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن معجزة الله الخالدة أي الباقية إلى يوم القيامة، والإعجاز هو أن يعجز الناس عن أمر أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان من صنع الرسول أو من عند الرسول لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، ولكن عندما يعجزون يدل على أن هذا من عند الله، ويدل على أن هذا الرسول مرسل من عند الله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن معجزة خالدة. تحدى البشر عندما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا الله فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن، وقال لا تستطيعون أن تأتوا مثلي ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. تعاونوا أنتم الإنس والجن وكل من كان من دون الله يعاونكم، لا تستطيعون أن تأتوا بمثل، وعجزوا. ثم إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن مفترى، قال الله لهم في سورة أخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني من جنسه عشر سور بس، وعجزوا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة. في سورة البقرة المدنية يقول وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس يتحدى أيضا الناس أن يأتوا بسورة. يقول الله تبارك وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني أن يكذب من عند الله. هذا النبي الأمي الذي أتى بهذا القرآن وعجزت البشرية عن أن تأتي بمثله، معنى ذلك كما يقول محمد هذا ليس القرآن من عنده إنما من عند الله. وما كان لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ويفتريه، ولكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، يعني الكتب السابقة كلها جاءت بلا إله إلا الله، كل الكتب السابقة جاءت بتحرير الإنسان من تسلط الإنسان، لا طاعة ولا عبودية إلا لله الخالق المالك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن القرآن صدق ما جاء في الكتب السابقة من أن الطاعة لله والتحرر من العبودية لغير الله من المخلوقات. وتفصيل الكتاب، هذا القرآن فصل من رب العالمين، فصل للناس طريقة شريعتهم وسلوكهم ووضع مجتمعهم وبيان أحكامهم حتى يعيشوا سعداء في هذه الدنيا، لا يتسلط أحد على أحد، إنما يطيع الجميع أوامر ربهم الذي أنزلها لهم وفيها الخير والحكمة لهم. أم يقولون افتراه؟ هل يقولون عن محمد أنه افترى هذا القرآن واختلقه؟ إن كان كذلك فأتوا بسورة، يعني بسورة واحدة مثله من جنسه مفترى، سووا مثله سورة وعجزوا. أنا سبق وأن لمحت في السور في أوائل السور الأحرف المقطعة أن مسيلمة الكذاب طلبوا منه، قالوا له محمد صلى الله عليه محمد يأتي بقرآن، أنت ما نزل عليك قرآن؟ ما نزل؟ قال نعم، اختلق لهم. ماذا اختلق؟ ما يكون به أضحكة
ضحوكة وسخرية. قلت سورة الفيل بالوزن ولكن أتى بكلام لا طعم له ولا معنى. يقول الفيل: وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير وبطنه كالزنبيل. بالله عليكم ماذا يفيد البشرية هذا؟ سورة الفيل في القرآن عرضت لأهم حدث تاريخي في تاريخ العرب الذين أنزل القرآن في بدايته عليهم قرآن عربيا، عندما جاء أبرهة بالفيلة ليهدم الكعبة، وأنزل الله طيرا أرسل الله طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حادثة تاريخية عظيمة هائلة بالنسبة للبشرية وبالنسبة للعرب بشكل خاص، عرضها القرآن بسطر ونصف آيات قصيرة، وعجز العرب أن يأتوا بمثلها. إذا بدي يحكوا بكلام مثله يتكلموا بيأخذوا صفحتين ولا ثلاثة حتى يوضحوا الفكرة، بينما القرآن هذا قال الفيل. قالوا له: ألم أما عندك قرآن آخر؟ قال: نعم، ضفضع ضفضعين، مالك تنقنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، انتظري حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين. دع لك فارق، القرآن يشعر كل من يقرأه ويفهم، مو يقرأ هيك النغم مثل مسيلمة الكذاب، يقرأ ويفهم، يشعر أن هذا ليس بكلام البشر ولا يستطيع بشر أن يأتي مثل هذا الكلام. فإذا ذهبنا إلى النواحي العلمية التي ذكرها القرآن وما اكتشفها البشر إلا في القرن العشرين، عرفنا أن هذا القرآن من عند الله وليس من صنع محمد. وادعوا من استطعتم من دون الله ليساعدونكم في الأتيان بمثل سورة من القرآن إن كنتم صادقين. وطبعا لن تستطيعوا ذلك. لماذا لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله؟ لأنهم لا يستطيعون ولن يأتوا بمثله، ولكنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أخبر القرآن بأن هناك جنة وهناك نار وهناك حساب مسؤولية، ليس الأمر هكذا. ما خلق الله الناس عبثا، إنما خلقهم ليقيموا مجتمعا فاضلا ويخلفون الله تبارك وتعالى في تنفيذ أحكامه ليعيشوا سعداء. وإذا بهم يبغي بعضهم على بعض في الأرض، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، كما مر معنا في حلقة سابقة. فهؤلاء كذبوا بالجنة وبالنار وبما أخبر به القرآن من المسؤولية في الآخرة، لأنهم لم يحيطوا بعلمه، لم يستعملوا عقولهم فيفهموا العلم. القرآن دين العلم. ولما يأتهم تأويله، يعني ما أتى الآن ولكن سيأتي تأويله. ما معنى التأويل في اللغة؟ ما يقول إليه الأمر، يعني سيرون بأعينهم الجنة والنار والصراط وكل شيء كذبوا في الدنيا. كذلك، أي مثل ما كذب المشركون عندك يا محمد، كذلك الذين من قبلهم وأيضا الذين من بعدهم هكذا يكذبون. كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية فأنزل الله بهم عقوبات ساحقة ماحقة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هكذا كان عاقبة الظالمين يا محمد ويا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد أهلك الله بعضهم بالخسف، وأهلك بعضهم بالغرق، وأهلك بعضهم بالصيحة، ريح شديدة تطيرهم. ونحن الآن نرى الإهلاك أحيانا بهزة بسيطة في الأرض، 7 درجات من درجات، إذا بلغت 9 ولا 10 تدمير كامل. نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا ولا نعتبر ولا نعلم أن هذا المتصرف بالكون هو الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق للكون والإنسان والحياة. فينبغي أن تكون الطاعة له فيما أنزل في كتابه حتى نسعد في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.